نريد علاجاً. لا تزال صيحات مرضى الثلاسيميا في العراق تتعالى وسط ندرة العلاج وعدم انتظامه وغلائه. هنا في محافظة واسط تتضح معاناة أكثر من 476 مريضاً هم جزء من آلاف المرضى الذين ترتفع أعدادهم كل يوم في العراق، بينما يغيب العلاج المفترض تأمينه من وزارة الصحة، الأمر الذي تسبب بالعديد من الوفيات. في العام المنصرم عام 2018 حثت عندنا وفيات لعدم توفير العلاج، وهذا خارج نطاق المستشفى. هذا مرتبط بوزارة الصحة ووزارة المالية. وزارة الصحة ما وفرت لنا، الناس الخيرة جاي توفر لنا. الناس الخيرة والأطباء والمضمدين اللي هنا وجماعة المصرف متعاونين ويانا، بس هم مو وفرت لنا. وزارة الصحة ما جاي توفر لنا، احنا جاي نعتمد عليها، نروح ندور دم، نجيب دم. تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد والفقر والبطالة والفساد ضاعف من معاناة هؤلاء المرضى، وخصوصا شريحة الأطفال التي لا تستطيع أجسامها مقاومة المرض وبحاجة عاجلة للعلاج، ما دفع عائلاتهم للاستدانة. علاج عند مريض ابن أخوي، وين علاجي؟ الله أريد هسه أشوف وينه، مدير وين أنا أحكي وياه، يعني مخصصي له راتب كل ست اشهر خمس اشهر يستلم 100,000، شو تسوي له؟ خلي يعوفون هلهم، هم بكت الله الزود من رواتبهم، شو يسوي بها؟ والمن 100,000 كله كل ست اشهر، شو تسوي له؟ والله من خارج المستشفى العد منين؟ شريط بربع 250,000 المعدة منين يجيب؟ يعني كوش خاصة ثلاثة واربعة عندهم مرضى، منين يجيب هذا؟ ويعزو المختصون هذا الارتفاع بأعداد مرضى الثلاسيميا إلى التلوث الذي يشهده العراق، إضافة إلى مخلفات الحرب والقصف باليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض وغيرها من الأسباب. أمام هذه المعاناة لا تعلن وزارة الصحة عن الأرقام الحقيقية للمصابين بهذا المرض، لكنها تكتفي بعرض تقارير بين الفترة والأخرى تفيد بوجود أعداد كبيرة، في وقت تؤكد وجود أكثر من 300 موقع ملوث تنتظر إزالة هذه الإشعاعات التي يتساءل العراقيون بعد مضي أكثر من 16 عاماً على الاحتلال لماذا تبقى في العراق رغم امتلاكه كل تلك الثروات والميزانيات الانفجارية المبددة.